اوقف يوقف بسهوله الف تعيه يرجع ورا. فيصل الحصان ما راح ينقل ما اركبه اصلا، يصل لمرحله انه يكع في الجود. فلما اركبه انتقل لمرحله انه يوقف بسهوله يرجع ورا. اكثر رجوع ورا. وقوف رجوع ورا، وقوف رجوع ورا. لما يخب بيصير كعه سهل، لان اصلا كان يوقف بسهوله يرجع ورا بسهوله. لكن لما اجي عند حصان ما يدري شو الجود. ويلا يوقف، ومستحيل يدق ريوس، واذا ركبته يلا يوقف، وراسه صبه، واذا خب ما يوقف. هذبه وحوله كعه، اكيد بيقول معصي. فيبدا الشخص يقاوم يحاول يكعه قوه. حتى لو كاع الكاع خاطئ، فنقول تقدر تدرب الحصان تدريجيا، او ان الكاع يكون مو بهدف بل نتيجه. ايش معنى نتيجه؟ ان الحصان رقبته خفيفه لان ركبك صح، فاصلا غصب يكع، يعني بسهوله كعه، ليس هدف ان يكع الحصان. النتيجه ان رقبته خفيفه بسبب ركوبه الصحيح فيكع بسهوله. المحصله النهائيه امر وقوف اللي هو جر او صوت، اني ادخل اربط الصوت بالامر، يصير اسمع الوقت يعرف اني لما اقول لك في الحاله هذه هو اعطيك جر وقف، لانك لو قاومت التعامل بيكون صحيح بتوقف غصب، انت تعطيني ما اريد. اذا كان ركوبك خطا وتستعمل القوه وتحاول تكع عن طريق استعمال القوه لن تنجح، ولو نجحت تنجح نجاح مؤقت، مع الوقت يخرب الحصان شيء ما يزيد. تبغى شرح مكثف اكتب اليوتيوب احمد الحقيل الكع. السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة عندك حصان وانت مبتدئ وما تعرف تفتح فيه، الفتح من اسهل الامور في الخيل، اجله. الفتح متعة، يتطلب استعداد نفسي، عدم خوف، شجاعة الى اخره، بس هو من ابسط الامور. ليش؟ ان حصانه ما يفتح لما يهد باقصى سرعة، مناورات الحصان تقل. ما يروخ فجأة يطيحك، ما يكع فجأة يطيحك، ما يقمص. خلاص فاتح وماشي قدام، منطقة مفتوحة وخليه ينطلق. فالفتح من اسهل الامور. الصعوبة هي انك تتحكم بالحصان اثناء الفتح. اني انا افتح له واثبت عليه بسهولة اثناء الفتح واوقفه بسهولة. هنا يبغى فن. اما الفتح 90% من الخيل يفتحون. فقط استعداد نفسي، عدم خوف، تفتح مرة مرتين تتعود خلاص. عاطي حصان انا هاج فيك، الحصان هاج فيك. ركب شيء على المقطع وانتهي. فلا تحرص عليه. التحكم هو الأهم وليس الفتح فقط. بالنسبة للحصان ما يبغى يبعد عن الاسطبل أو يطلع من الاسطبل، ليس عناد. الحرنة نسميه الحرنة. الحرنة مين بعناد؟ الحرنة غريزة. كبداية تبدأ كغريزة. الحصان بغريزته المكان اللي هو فيه يرى أمان. الخيل موجودة معي، أكل أشرب. فلما أطلع بالحالي في غريزته في طبيعته في طريقة تفكيري إني بموت، يأكلني أسد، يأكلني نمر، يأكلني كلب، يأكلني ضبع، أو أكون مع الخيل أمل لي. فالطبيعي أن الخيل مع الجميع تحاول أنها تحرن، أنه يحاول يحرن بيجربها مع الجميع. هو لما يحاول يحرن إحنا بنحاول نحركه. إذا حاولنا نحركه خطأ عن طريق الضرب والجلد وغيره، يربط بين الحركة اللي سواها وتصرفنا الخاطئ، يبدأ يتطبع. يعني تعاملنا مع الحصان صح اثناء الحرنه تحسن وزاد 100% من الخيل يتحرن مو بعناد، غريزه وتحولت الى طبع بسبب سوء الركوب. ما الحل؟ حسن الركوب. شلون؟ ان لما يحرن ما ارخي واطق واضرب، لما يحرن اغير اتجاهه، انا بحرك قدام، وقف الحصان، استمر احرك قدام مع التوجيه يمين، ما يبغى اروح يسار، ما يبغى ارجع ورا، ما يبغى اروح يمين، ما يبغى اروح يسار، ما يبغى اروح قدام. اعلم الحصان انك لما تحرن وقف، انت بواقف، من بطاقك، من بضاربك، بس انت بواقف، انت رايح قدام رايح يمين، انت رايح يمين رايح يسار، انت رايح يسار رايح ورا. تبغى تمشي قدام بتوقف عن التوجيه وبتوقف عن التراجع ورا. من يوم تعطيني المشي قدام بشكل صحيح بعطيك انانك ووضعك مرتاح. من يوم تحاول تحرن بفرك من محلك، بلفك، برجع ورا، بلخبطك. فيبدا يحس انه متحرك متحرك، حتى لو مشى قدام بيتحرك. فيبدا يقول امشي قدام بشكل مرتب احسن لي من اللي بيصير، اللي هو التوجيه والتحكم وكسب الثقه. اما انه ارخي عنان واجلده هذا اللي يخلي الطبع يزيد، فهو ليس عناد، هو غريزه تحولت الى طبع سيء بسبب سوء الركوب، والحل هو الركوب الجيد. ايش معنى الركوب الجيد؟ التحكم بالاتجاه وليس الضرب والجلد. اكتب اليوتيوب احمد الحقيل تحريك الحصان الحارم، يطلع لك مقطع، اتوقع ثاني مقطع راكب على حصان اشعل او اربد، اشعل عفوا، شرح مكثف في نفس النقطه هذه، يعني تطبيقي على حصان قاعد يحرن، بدي اشرح كيف تحركه. احمد الحقيل تحريك الحصان الحارم او الحرنه، احمد الحقيل الحرنه، يعتبر تطبيق يعني.
هل المهر في عمر 5 أشهر عادي تطبع على المقود المصلب؟ نعم. لكن سؤالك عن المقود المصلب، نعم تقاوده زام في المقود اصلبه مو مشكله، وبالعكس احسن من الكبير لان مقاومته اقل تكون. وش تفضل المبتدئ، الفرس ولا الحصان؟ تكلمت النقطة هذه كثير، حسب الحصان وحسب الفرس، الاستثناء وارد، ولكن بشكل عام أكبر خطأ يقع فيه المبتدئ إنه يقال له فرس. فرس يا رجال فرس، ظهورها عز وبطونها كنز، ثم بكرة تنطلق فيه فرس يتوهق يتكسر. الفرس أحسن تجاريا، لا شك فيها، الأنثى أحسن تجاريا، إن لو تعورت أو جاء شيء تشبيها أفضل. ولكن الفرس أكثر قلق، الفرس أكثر خوف، الفرس أكثر انطلاق، فالفرس أصعب من نواحي. الفحل صعوبته عند الفحول والخيل، واخر عن الخيل هذه. إن حصل الخصي هو الأفضل، لكن طبعا الخصي منهي عنه زي ما قلنا ومستقبح عند العرب وأنا شخصيا ضده، لكن لو حصل لك حصان خصي وأنت مبتدئ تعلم عليه. لأن الخصي ما في مشكلة الفرس هي القلق والخوف، ولا في مشكلة الفحول إنها قشرة حول الفحول ولا فرس الأخرى. طب ما في خصي يا فحل يا فرس، الفحل أسهل من واحد، إن الفحل مشكلته عند الخيل بس، واخر عن الخيل خلاص. الفرس مشكلتها مستمرة فيها قلق. لكن إن حصل فرس وباردة احسن من الحصان، لان الفرس اقل قشاره الطف من الحصان. لكن عاده الفرس خاصه العربيه فيها خوف فيها قلق، فنقول الفرس احسن تجاريا لكنها اصعب من نواحي. الخصي احسن ان حصل، مع انه منهي عنه مكروه ومستقبح. يعني باختصار الافراس افضل في الناحيه التجاريه، الخصي احسن للمبتدئين، الفحل احسن للخيال او متقن من نواحي معينه. انا شخصيا افضل الفحل، امتع في الركوب يعني. بالنسبة لسؤالك عن موضوع تركيب الشكيمة، في مقطع بس من الجايات أتوقع، ما أدري كان نزلت الأسبوع هذا أو الأسبوع الجاي ينزل، بيكون بيوضح لك الموضوع تماما. يعني بدأ ما بربر في النقطة، بيكون تطبيقي قد كذا أشرحها على الحصان نفسه، سواء القطعة اللي تحت حقت البلهم أو طول الشكيمة نفسها، لأن الموضوع يحتاج تطبيق عشان أوضح لك. إن كان المقطع ما نزل الأسبوع ده، بالأسبوع الجاي بينزل إن شاء الله. بس سؤالك عن موضوع تخب وتوقفنا، هنا اختلاف ادي الوقوف. الحصان اول مره نمشي في مسار، اول مره نخبه، اول مره نهذب، زي ما قلنا يتصرف ثم يفكر. فاي حصان تبغى تخبه اول مره بيحاول ينطلق، تبغى تهذب اول مره بيحاول ينطلق كعسيف طبيعي وحصان جديد. لما حاول ينطلق كيف تعاملت معه؟ تعاملت معه خطا يستمر ويقاوم يخرب، تعاملت معه صح يزين. الاختلاف يؤدي الوقوف نتيجه تحكم، نتيجه رده فعل صحيحه، ركوب صحيح. يبدا الحصان يقول نفسه الشخص كان يبغى يخب، أنا كحصان قررت إني أهذب أو أفتح، ماذا حصل؟ وقفت مرة أخرى. الشخص يبغى يخب، أنا أبغى أفتح وأهد، ماذا حصل؟ وقفت. فلو إني خاب، الخاب أقرب اللي أنا أبغاه كحصان اللي هو الهذب والفتح من اللي صار اللي هو الوقوف. فأعطيه اللي يبغاه أحسن مني أوقف فيتحسن. لكن لو كان تعمق خطأ حصل على اللي يبغاه أو أقرب للي يبغاه فيستمر يقاوم ويستمر يزيد. كل ما عليه يتفلت زيادة. دخل السباق مدرب غلط وغيره. هل إصابة الكتف في الخيل تعود إذا زاد عليه الشغل؟ نعم، خاصة إذا كان تمزق في الأراضي السيئة، الشعيب وغيره. بالنسبة للمبتدئ ويبغى يشتري خيل، اكتب اليوتيوب أحمد الحقيل شراء الحصان المناسب، تلاحظ مقطع طويل يوضح لك الموضوع بالتفصيل. أحمد الحقيل شراء الحصان المناسب في اليوتيوب. أنا لما أقول يوتيوب دائما أكرر نقطة، يرجع اليوتيوب يرجع اليوتيوب. إيش قصدي؟ لما أرد هنا على سؤالك بيكون ثواني أو دقيقة، خلينا نقول دقيقة دقيقتين كثرت. ده طالما أن المقطع موجود باليوتيوب وسهل يعني أتذكر العنوان حقه ترجع له، بيجيك مقطع 13 دقيقة تطبيقي. احسن ما اشرح لك هنا، يعني قصدي اطلع على طول شوف في اليوتيوب احسن لك. هذا ما اقصده، يعني لما اقول ارجع المقطع على اليوتيوب
بدون يصرف، يعني قصدي ان الرد ب 13 دقيقه مقطع تقدر تشوفه الان احسن لك من الرد اللي بعطيك اياه الحين، طالما ان العنوان عندي. كثير من الامور الاخرى تكلمت فيها بس العنوان مو ببالي فاضطر اجاوب، يعني كثير من الامور اللي جاوبتها تكلمت عنها باليوتيوب لكن مو في بالي العنوان الحين، فاعطيك رد سريع. لكن طالما ان العنوان في بالي وتذكر المقطع اعطيك اياه على طول، ارجع شفه كرد تطبيقي احسن من الرد الحالي، او حتى رد معناته في الغرفه اتكلم لكني شرح مكثف يعني 13 دقيقه عن نفس الموضوع حقك على سؤالك فقط، فاحسن لك. أبغى أجاوب بس على الأسئلة اللي يعني متردد في الموضوع شوي. كمبتدئ أفضل تتدرب سرج أو بدون؟ كبداية سرج إنه أسهل، الركوب بدون سرج أريح للحصان وأقرب لطبيعته لكنه أصعب بمراحل، هذا طبعا ميزته إنه يطورك بشكل أسرع لكن أصعب، فنقول آمن وأسهل من نواحي السرج. إصابات المفاصل من أخطر الإصابات وأسبابها كثيرة، سوء الركوب، سوء الأرضية، الضغط الزايد والحصان مو بجاهز، تركيبة الحصان نفسها لها دور، المطلوب منها في سباق له دور، يعني سباق السرعة أو القفز أو حتى التحمل مهما كان الحصان جاهز طبيعي المفاصل تعور لأن المطلوب من الحصان مو طبيعي أصلاً، لكن نقول إن الحصان نفسه له دور كتركيبة كتناسق كجبارة إلى آخره، المحيط له دور، الأرضية، التقليم، الحدوة، الحصى إلى آخره، الجو. كل ما كان الجو دافي او طبيعي ما تعورت المفاصل، لكن تشغيل الحصان في برد بشكل مفاجئ قد يضر المفاصل. ثم الركوب، ركوبك نفسه له دور. والتشغيل طبعا، تشغيل السباق والقفز وغيره. بالنسبة لسؤالك عن الحصان الكبير في السن وراسه يابس وراسه ثقيل، زي ما قلت لك تعامل خاطئ في البدوك ومسكه خطأ، ثم قود خاطئ حاول ينطلق على السراوة واستعمل مع القوة، مع الوقت بدأ يغلبهم لوشوه، مع الوقت بدأ يغلبهم ركبوا الحكمة أو التفاحة أو الشكيمة اللي قودوا فيها الحصان، مع الوقت غلبهم عطوه لنشاته ومحاور تعبوه، مع الوقت غلبهم ركبوا السرج وحاولوا يعسفونه، مع الوقت قمص وانطلقوا وكسرهم صار يستعملوا القوة، فهي خطأ ورا خطأ ورا خطأ ورا خطأ ورا خطأ ورا خطأ أدى إلى ثقل رقبة الحصان. خذها قاعدة، أي حصان مركوب زين يخف، تخف رقبته تخف يعني تلين رقبته فتصير استجابته سريعة، وأي حصان مركوب خطأ رقبته تثقل. طب بعض الناس يقول الخيل تختلف، صحيح الخيل تختلف مقارنة بنفسها، يعني عفوا يعني تقارن ذا بذا، هذا ثقيل ذا خفيف، نعم، لكن لما تقارن الحصان بنفسه، الحصان ذا ثقيل لأنه مركوب خطأ ركبه صح يخف، والحصان ذا خفيف لأنه مركوب صح ركبه خطأ يثقل، مقارنة بنفسه، مقارنة بما كان عليه ثقل للركوب خطأ أو مقارنة بما كان عليه خف للركوب صح. فالثقل ركبته من سوء التدريب مو من هو، قد يكون أثقل من غيره ممكن، لكن مقارنة بنفسه مفروض يخف إذا ركبته صح. كيف يخف؟ تعالجه من الألف إلى الياء، مشكلتي في الجيم، مشكلتي في الحاء، مشكلتي في الخاء، أعيد الموضوع من الألف الى ان اصل الى الياء، ما احل المشكله هنا، احل المشكله من البدايه. بعض الناس يقول حصان ما في مشكله، بس المشكله هنا، لا تصدق، اي حصان في مشكله هنا ترى المشكله في الامور الاخرى لكنها ما اتضحت الا هنا. السياره مي خربانه بسبب الطعس، فيها خراب ولم يظهر الخراب الا بسبب الطعس. فتعيد الموضوع من اول وجديد في الجود، لابد اتحكم في تحكم قوي بالجود، وقوف بسهولة، رجوع للخلف بسهولة، التحكم عند الفحول والأفراس بسهولة، ألتفت عليه يرجع ورا، أخبه ووقفه بسهولة، أتحكم فيه قدام الخيل ورا الخيل جنب الخيل بسهولة أثناء الجود، ثم أنتقل للركوب مسار، زين في المسار أنتقل للخبب، زين في الخبب أنتقل للهذب، زين في الهذب أنتقل للفتح. لو طبقت المراحل هذه بحذافيرها
بدقة مضبوطة، مفروض تصل لدرجة اللي تشوفها في المقاطع عندي، اني لما اقول الحصان هو